النهارده جمهور مساحب القائد الانصار عبد الله. لا لا انزل انزل الجمهور من النهارده بيقول له لا بسرعه الحارس ده سرعه اللعب. الحكم النهارده على جنب المسؤوليه يا دوب. يا لنجي يا دوب الاضاءه طبعا عشان الاضاءه. يا سلطه يا التنظيم عند الاستاذ علي سميح. ادي كوره عند الدفاع ورا الحارس بيلعب في النار. كوره عند الدفاع امام التماس. ادي رمي التماس للمطار. ارجع يا يالا. ادي كوره بتتلعب على حدود المنطقه بيغلط المهاجم. يالا هياخد انذار اللاعب الاحمر. يا ريت اكتب مزايا. ادي كوره فاول. هشكت الحارس ولا ايه؟ باقي 1-0 لصالحه. صحيح فريق الرهاوي كرة تروح لحارس المرمى يعني هيعمل حاجة ولا ايه؟ لكن بلال احمد ضغط عليه. كرة تروح لطارق السيد على مطار السيد اللي بيطلعها يوسف جميل. كرة تروح لعمل خير عملها بشهر رجب. اختار 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 يوسف ايوه كرة في عمتين هذا اللي يختار. الكرة عند فريق المطار. معلش كان فيها عطل هنا في عمليه التحليل بس الحمد لله. ادي رمي التماس للرهاوي. ادي كرة عند فريق المطار. ادي طبعا الدفاع متالق تماما. هذه كرة عند بلال الدفاع متألق تماما. هذه كرة لطول الدفاع بشكل الكرة. هذه كرة عند الدفاع الحارس بيلعب الكرة ياخدوا لمة على السريع والتانية ولا ايه؟ لمه باصر كرة بس هيعمل ايه المهاجم الخطير؟ هيعمل ايه لك الحارس متألق وبيمسك الكرة. هذه كرة عند عمر خيري لكن الدفاع متألق تماما. هذه الكرة عند بلال بيلعب الكرة. هذه الكرة لفريق المطار. عايزين ولا يعمل ايه؟ الدفاع بيحضر الكرة رمي التماس. رمي التماس لفريق الرهاوي. هذه كرة طويلة عند طارق. هيعمل ايه طارق؟ هيعمل ايه؟ بيباص للشبيلي التسويق لكن الحال الدفاع متألق تماما. يا ابني هذه كورة بالعرض لكن طويلة على اللاعب عمر الخيري. الخيري كورة تتلعب بالصف لاعب النص الكبير لكن ضغط عليه الشبيلي. كورة تروح برضه كورة تروح برضه مرمى لصالح الحارس الرهاوي. شتت الحارس اتعدى كورة تروح لم يتنافس لصالح الرهاوي لكن بعد لصالح النبيل. كرة يلعبها بلال اتعدى وليد سعد دايما.
الحق يا احمد. يعمل ايه؟ يعمل ايه بلال؟ عنده حلول كتب كتير، ولكن الحكم بينبه وليد صح، يقول له ما تبدلش مره ثانيه عشان تاخد انذار. كوره على التسديد بلال احمد خطيره، ولكن في الاسفل. يا نهار منزلين الدوره كتار جدا جدا، ونشكر الكابتن علي سميع والكابتن خالد انور. كوره في رحله بين خطير خطير خطير، ولكن الحارس يا نهار كوره تروح لحارس الرهاوي. كرة تروح لحارس الرهاوي شدت حلو جدا، ولكن الشيء مش نشكر الجمهور بتاع الرهاوي. كرة رمي التماد لصالح النضمار. نشكر جمهور الرهاوي في تاريخ القرية، جمهور جدا 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 كثير. كرة النضمار يعملها ايه، لكن كلهم عن فوق. كرة تروح ضربة مرمى لصالح الرهاوي. هيلعبها الحارس، هيعمل ايه؟ هيشتت الحارس ولا ايه؟ هذه كرة عند الرهاوي يشدد اللاعب لكن بتثبت لحارس المنور. هذه كرة عند مصطفى امين لاعب الحارس يتألق. هذه كرة عند فريق الرهاوي. التصوير لكن الحارس يتألق. هذه كرة من الدفاع. هذه كرة عند طارق في الدفاع يتألق. حارس هيعمل ايه؟ يستعمل تصويبه طويله، ضربة مرمى للمضمار. ادي كورة عند فريق المضمار. النتيجة 1-2 لفريق الرهاوي. ادي كورة عند الدفاع ورا، بيلعب بالنار ولكن طارق. ادي الكورة فاول من مكان خطير جدا جدا. استعمل المدربات بطول الاستاد. هذه كوره
هيعمل ايه؟ هيصوب ولا هيعمل ايه؟ بيتفاعل محطة الدفاع بيعلم اللحظات رمي الكباس عطر عند جول الكورة عند عمر خيري هيرجع الكورة باقي ثلاث دقائق ولع الماتش كده كورة ستعاد إلى الكورة مرة أخرى كورة عند تسديد مصطفى أمين كورة تتلقف إلى طارق السيد طارق السيد على أحد المرة كورة تبع عند بلال بنين كورة هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين بعد سهرة رياضية عظيمة من قرية الرهاوي شفنا فريقين أدوا أداء رياضي على أعلى مستوى شفنا ملعب جاهز شفنا رعاية وشفنا جمهور أنا بشكر قرية الرهاوي وعلى رأسها سيادة العميد أحمد يحيى الفولي الخولي سيادة العميد أحمد يحيى الخولي عمدة البلد أنا سعيد بحضرتك جدا جدا والأستاذ محمد أحمد الصاوي أهلا بحضرتك فندم اهلا بيك المهندس سيد الخولي اهلا بحضرتك المهندس سعيد طبعا القبيدي رئيس مجلس اداره شركه ماجيك للتحف والانتيكات فعلا انا بشكرك جدا انك انت خليتنا نيجي النهارده القريه الجميله دي ونشوف الناس الجميله والرعايه الكامله اللي عملتها شركه ماجيك للتحف والانتيكات بشكر وجود صديقي معالي الاستاذ الدكتور الطبيب امير الشبل الكاتب والمؤرخ الادبي والكاتب والسيناريست على حضوره معنا في هذه الليله أعزائي المشاهدين احنا هنشوف دلوقتي تكريم هتفضل به سيادة العميد أحمد يحيى الخولي للفرق فريق الثالث والرابع اتفضل سيادة العميد مع حضرتك المايك ده معانا النهارده في نهائي دورة في قرية الرهاوي والدورة دي بين البلاد وبعضها بعض البلاد اللي موجودة بالجوار والدورة دي بتتم عن طريق بعض الشباب اللي موجود في القرية
ومساعدة بعض الأهالي والناس اللي موجودة في القرية علشان تتم الدورة دي بنجاح. ودلوقتي احنا بصدد تكريم الفريق الثالث والرابع ونتم تكريمهم حالا. أعزائي المشاهدين، الآن هيتم تكريم الثالث والرابع للفريقين، فريق الرهاوي وفريق الفريق الثاني، الفريق الرهاوي وفرقة ايه؟ الرهاوي وفرقة أم دينار اللي هم صفوا النهارده على الثالث والرابع. لو فاكر يعني لو فاكر
من دواعي سروري اني اكون في قريه الرهاوي، من دواعي سروري ان يكون معايا رفيق العمر الدكتور امير الشبلي، من دواعي سروري يكون راعي تلك الليله الناجحه بالدرجه الاولى وبدرجه 100% المهندس سعيد القبيدي، اللي هو عارف يستغل طاقات الشباب كويس جدا جدا، وعارف يخلي شركه ماجيك للتحف والانتيكات ازاي ترعى محفل ثقافي رياضي فني في قريه الرهاوي. ايضا من دواعي سروري وده المهم جدا جدا يكون معايا سياده العميد احمد يحيى عمده هذا البلد. عميد كان يعمل في الشرطه والقوات المسلحه ثم يتحول الى اكبر جهه تنفيذيه وتشريعيه ودستوريه عمده الرهاوي العميد احمد يحيى. انا سعيد بيك. اهلا بيك يا فندم. سعيد بيك جدا، وانت مثال ونموذج للعمده الحقيقي اللي المفترض ان يكون على مستوى الجمهوريه نفس الشكل ونفس القوام ونفس الثقافه. وحضرتك من مدرسه عسكريه اكيد ليك رؤيه معينه في تطوير الرهاوي، خاصه بعد الليله اللي شفت فيها حضرتك وشفنا معاك كلنا ازاي قريه الرهاوي دي فيها مبدعين وفيها مفكرين وفيها رجال اعمال ممتازين، رجال اعمال وطنيين بالدرجه الاولى، فيها ايضا كاتب كبير جاي يزور البلد عشان يرصد وعشان يقدر يحقق رؤيه معينه في البلد دي، قد يكون هناك عملا فنيا من بين اصابعه في المستقبل القريب. اهلا بيكم، نتشرف بحضوركم هنا في قريه الرهاوي، وبنعتبر الحدث اللي انتم شرفتونا وصورتوه النهارده دي بدايه للي جاي ان شاء الله. وطبعا الدوره دي بتتم كل سنه، بس بتتم عن طريق برضك زي ما حضرتك قلت رجال اعمال والناس اللي بتساعد في القصه دي في البلد زي المهندس سعيد، وهو من اخ وصديق، وبنتمنى بس الموضوع ده يبقى يستمر على طول ويكون في يعني السنه دي. انا شايف موضوع حضوركم معانا ان هيكون ده برضك ايه وجهه للقصه كلها، وبينوا ان في شباب اصلا الموضوع ده كله قايم بيه الشباب بمساعده بعض رجال اعمال او احنا بخبرتنا، لكن بنقوم معاهم بالدور بتاعنا وبنساعدهم بالفكر بس هم اللي بيقوموا بكل حاجه. اكيد رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يختار عسكريين يتحولوا الى قاده وادارات حكوميه وادارات ومؤسسات وشركات اقتصاديه في اقتصاد مصر ايضا يكونوا عمد لبعض القرى النموذجيه مثل قريه الرهاوي، لها دلاله واحده وهي اعاده تثقيف القريه من خلال العمده، ده صحيح؟ هو بس انا هصلح مع حضرتك حاجه، هو انا مقدم يعني الموضوع العموديه ده في بيتنا بقاله بتاع 150 سنه.
بعيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادتي فيه مجروحه. انا من الناس ابن المدرسه. انا من الناس اللي يعني ايه، ما انا مش شايف، مش عاوز اتجاوز في الكلام، بس انا مش شايف حد غيره بصراحه. فموضوع ان هو موجود ده شرف ليا اساسا في الاول وفي الاخر، وهو اصلا في تغيير في كل، في جميع النواحي، في جميع الكره وفي جميع المراكز. لقينا في اهتمام بحاجات كتير ما كانتش بتحصل قبل كده، اهتمام بالبنيه التحتيه في جميع الكره من ناحيه المجاري والصرف الصحي، الميه، ميه الشرب، الكلام ده كله. والكلام ده كله وانا ما كانش حد بيشوفه ولا حد بيعرف انه حاجه، خصوصا الكره المهمشه اللي هي بعيد عن المدينه. ايه اللي موجود في اجنده العمده احمد يحيى بكره الصبح بعد الرؤى دي؟ ايه اللي موجود اول حاجه في الاجنده بتاعت حضرتك؟ هو انا يعني مش حكايه موضوع موجود في الاجنده، هو في دماغي في حاجات كتير، وخصوصا بعد الثوره. انا اقصد الاجنده التنفيذيه. ما انا لسه هقول لك، بس القصه بعد الثوره ظهر جيل جديد ما كانش الناس شايفاه، او ما كانتش الناس عامله حسابها ليه او بتتعامل معاه. عشان كنا نسد الثغره دي او نتكلم فيها، لازم اوصل بتفكيري للشباب اللي موجود ده عشان نبتدي نتحرك معاه في اي مجال او اي فكره هو بيفكر فيه. احنا بالنسبه لنا القصص كلها بالنسبه لنا هنا في البلد، الحمد لله احنا مش هنقول بلد غنيه ولا حاجه، بس بلد معظم الحاجات اللي كانت بتتعمل قبل الفتره الماضيه دي، قبل تدخل الدوله والكلام ده كله، كانت بتتم بجهود ذاتيه. لكن النهارده بقى في تخطيط من الدوله وفي مشاريع مقامه فعلا في البلد، ولسه يعني محطات رفع هنا موجوده عندنا بتاع الصرف الصحي والكلام ده كله، لسه يعني هنبتدوا العمل فيه. احنا اللي بنفكر فيه بقت الدوله تعمله، يعني من ناحيه الانشاءات، البنيه التحتيه الدوله بقت بتعمله. احنا بنفكر في الحاجه اللي تخص الشباب بتاعنا والكلام ده كله، من ضمنها الدورات اللي بتتم دي. وطبعا الطموح بتاع الشباب طموح كبير، يعني مش هنقدر نحقق كل حاجه مره واحده، بس ان شاء الله كله هيجي بالتوالي يعني ان شاء الله. هل المجتمع المدني حضرتك عامل خطه عمل معينه علشان تعمل لينك او تعمل بروتوكول مع بعض رجال او سيدات المجتمع المدني اللي موجودين في القريه؟ هل حضرتك شايف حاجه؟ هل حضرتك شايف ان راس المال او الاقتصاد الحر الوطني زي اللي موجود عند المهندس سعيد القبيدي في شركه ماجيك للتحف والانتيكات، تستطيع حضرتك بفكرك الحديث وفكر مصر الحديث القادم 2030 ان يبقى في بروتوكول حضرتك هتبدا تفكر فيه ازاي تستغل سعيد القبيدي وامثاله في تطوير البلد؟ على فكره ده بيحصل وبيحصل من البلد من فتره، بس انا قلت لحضرتك ان الدوله ابتدت تشيل معانا الحمل. لكن هي جميع المشاريع اللي كانت بتقام في البلد كانت بتقام بجهود ذاتيه باهالي البلد، بالناس اللي موجوده، رجال الاعمال اللي موجوده فيها، كانت كل حاجه بنعملها نفكر فيها بنعملها بجهود ذاتيه. يعني احنا عندنا في البلد هنا حوالي بتاع 60 70 محطه تحليه ميه، دي كلها بجهود ذاتيه. اتعملت في عهد حضرتك؟ لا ده موجوده، بس يعني انا مش هقول في عهدي، في جمعيات مسؤوله في البلد بتقوم بالكلام ده. يعني عندنا الجمعيه الشرعيه وفي كذا جمعيه موجوده هي اللي بتقوم بالاشراف على الموضوع ده، ولو مش هي ما كناش هنلاقي ميه نظيفه نشربها. حقيقي طبعا الشكل التنويري عند حضرتك واضح، انما انا عايز اسالك المهندس سعيد، بكره الصبح ناوي تعمل تليفون، اول تليفون للعمده تقول له ايه؟ عمدتنا اشكره على كل اللي عمله معانا في البلد من يوم ما ربنا ما خلقنا، المثل الاعلى لنا ولكل رجال البلد ولكل شباب البلد. التوجيه بيبقى بيطلع منه، الارشاد بيطلع منه، بيجمعنا بيرشدنا على حاجات نعملها لشبابنا لاولادنا والاهل البلد. وعندنا بعض الجمعيات زي ما ذكر سياده العميد بيقوموا معانا برضو بالاعمال الخيريه دي في دعم الشباب وتربيه الاطفال اللي طالعه دي. هايل. السلام عليكم. اولا انا متشكر جدا جدا لاتاحه هذه الفرصه من الباشمهندس سعيد انه يجيبنا هنا عشان نتاكد من كلامه، لان هو كان دائما بيتكلم عن البلد بشكل حماسي غريب خلانا متشوقين ان احنا نشوف البلد منه.